ما عمر العلاقات ما بين المملكة المغربية والدول العدو وصلت لهذا النيفو اللي واصله ليه اليوم، لا من النظام ديالهم لا الشعب ديالهم، عدا نظام الدويلة العدو لكل ما هو مغربي وصل للمرحلة القصوى ديالو. ورئيس الدويلة كل ما تحت لي الفرصة أمام وسائل الإعلام العسكرية إلا وكيجبد المملكة المغربية، ورئيس الأركان اللي كيفيق ونعس بالعدو الكلاسيكي واللي بطبيعة الحال هو المملكة المغربية. أما واحد وزير خارجية ديال الدويلة العدو أحمد عطاف ما يمكنش يدير شي ديبلاسمون لشي دولة وما يديرش تحت باطو ملف، وطبيعة الحال ملف واضح ووضوح الشمس في نهار جميل هو تقسيم الصحراء عن مغربها. والإعلام ديال الدويلة العدو من قنوات وإذاعات وصحف كيعتكفوا بالليل وبالنهار باش يقلبوا على شي فضيحة كتخص المملكة المغربية، يفتتحوا بها النشرات ديالهم الإخبارية ولا كيحطوها في عناوين كبيرة في الصحف ديالهم المحلية، وهاد العناوين ضروري تكون فيهم الإشارة عن المملكة المغربية من مواضيع مصنوعة ومفبركة كتخص ملك البلاد وفوز القجع وزلزال الحوز والفقر والتهميش والعطش والجوع وقناطير مقنطرة من المخدرات، وأي حاجة كتحط عن المملكة المغربية سواء كانت صحيحة ولا كيبغيو يحطوها صحة صحيحة، بمعنى آخر كيكذبوا وكيعودوا يكذبوا وكيعودوا يكذبوا تكتولي الكذبة في الجماجم ديال المواطني الدويلة العدو حقيقة مفشرة عليها. وكاين كثر من هادشي كامل اللي هو جيش عرمرم اللي مقشقش في مواقع التواصل الاجتماعي واللي على قبله درت هاد الفيديو هذا، واللي تابع المخابرات الدويلة العدو واللي كينتج يوميا الاف التغريدات والتعليقات والاخبار الزائفة عن المملكة المغربية، وهكذا كتولي المملكة المغربية حاضرة في اللاوعي مواطني الدويلة العدو. وعوض ما يكره النظام ديالو اللي حارمه من اساسيات الحياه كيولي كيكره المملكه المغربيه وابناء المملكه المغربيه. صراحه الصوره قاتمه ومؤسفه ومظلمه، لكن هذه هي الصوره الحقيقيه اللي كنشوفوها يوميا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي غادب هذا الشعب للخراب بالتقسيط. هذا الشعب اللي ولا جيعان في كره المملكه المغربيه واللي خلاه النظام ديالو عايش في اوهام العدو الخارجي وغرس في قلوبهم الخوف من هذا العدو باش ما يطلبوش بالحقوق ديالهم في العيش الكريم ويستافدوا من ثروات البلاد من بترول وغاز، واللي النص ديالها كيمشي لفرنسا والنص الاخر كيمشي لروسيا والصين مقابل خرده ديال الاسلحه في انتظار حرب شنقريحه المقدسه ضد المروك، ولا بزاف ديال الضجيج على مواقع التواصل الاجتماعي من انتاج وصناعه الدويلة العدو. ولهذا الغرض وظفوا مؤثرين من سوريا ومصر وفلسطين ومن دول اوروبيه ومن دول امريكيه باش يكتبوا عن المغرب وعن ملك المغرب وعن جيش المغرب وعن فقر المغرب وتاريخ المغرب وعن احتجاجات كتوقع في المغرب وحتى عن وسائل النقل في المغرب. ولهذا الغرض جند نظام الدويلة العدو مئات من الصحفيين والحسابات المزيفة. الغرض واحد وأوحد هو تشويه صورة المملكة المغربية وأبناء المملكة المغربية، ولهذا كنطلب من أبناء المملكة المغربية يديروا يد في يد حيت رصيد الود مع هاد الدويلة العدو انتهى، وعندنا ملفات أهم كتنتظر الشعب المغربي من بينهم استكمال التغطية الصحية وتجويد التعليم وكأس إفريقيا وكأس العالم وبزاف الأوراش كبرى واللي كتحتم علينا نكونوا واقفين مع بلادنا ومع مالكنا. المغاربة ديما كيكونوا على قد المسؤولية وكيحمروا الوجه، ونهار كتوقف عليهم كتلقاهم. وآخر حاجة، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وارزق أهله من الثمرات، ومن أراد بهذا البلد سوء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. وشعارنا الخالد الله الوطن الملك.